حدثني محمد أخبرنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال سألت أنسًا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته، ولا مفطرًا إلا رأيته، ولا من الليل قائمًا إلا رأيته، ولا نائمًا إلا رأيته. ولا مسست خزه ولا حريره الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكه ولا عبيره اطيب رائحه من رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم